كده. دي الخطوط، دي النص تقدر تضيف نص. عندك هنا خطوط عربية كتيرة جدا، وعندك برضو خطوط انجليزية. يعني بص التطبيق روعة جدا، كل حاجة مفتوحة ومجانية عندك زي ما انت شايف كده، كل الخطوط متاحة عندك مجانا. تضغط بس على انت تنزيل، تستنى ثواني وبعد كده تستخدمها. دلوقتي احنا هنكتب اي حاجة كده، وبعد كده عشان نجرب اللي هو الحاجة الجديدة او الحاجة الجميلة دي اللي بتدخل لك الخط بشكل حلو. فزي ما انت شايف كده كل الخيارات عندك مفتوحة. لو جربت تحمله من جوجل بلاي فهتلاقي ان دي كل ده مش مفتوح عندك، ويعني مفيش حاجات غير حاجات محدودة بس هو اللي متحالك. دي كلها حاجات بتحط فيها النص بتاعك عشان يكون شكلها جميل زي ما انت شايف كده. فالصراحة افضل برنامج مونتاج انا بستخدمه.